الزميلة هاجر بوعلي المتواجدة بولاية بومرداس. تفضلي هاجر. نعم طارق، أهلا بك من جديد. متواجدون الآن بمتوسطة بولاية بومرداس. التلاميذ خرجوا منذ قليل من امتحان العلوم الطبيعية، الامتحان الأخير في اليوم الأخير للامتحانات شهادة التعليم المتوسط. يعني حسب بعض التلاميذ راهم يقولوا الوضعية معقدة نوعا ما. نشوفوا آراء بعض التلاميذ. صباح الخير. صباح الخير. بالنسبة لي الموضوع كان سهل، كان في المستوى الحمد لله، كان في المستوى. واليوم هذا العام داروا لنا شهادة التعليم المتوسط سهلة الحمد لله، ونتمنى النجاح لكاع التلاميذ وكالأصدقاء. شكرا. معي أيضا تلميذة أخرى. صباح الخير. السلام عليكم. السلام عليكم. بالنسبة لموضوع العلوم الطبيعية كيف كان؟ كان سهل وفي متناول الجميع. عندك بك الوضعية شوية معقدة، والمواضيع كانت سهلة هذا العام، وإن شاء الله نجيبوا إن شاء الله، وإن شاء الله هيجيبوا إن شاء الله. شكرا. معي تلميذة أخرى. السلام عليكم. العلوم كان مليح بزاف، هايل في متناول الجميع، بصح الوضعيه شويه معقده. ما علي ان شاء الله نجيبو كاع البيا. قولي لنا فقط المواضيع ربما، وشنو هو اللي جاكم شويه معقد في العلوم؟ الوضعيه معقده شويه. شنو هي الحاجه ربما اللي جاتك صعيبه في الوضعيه؟ في الوضعيه جاتنا كي قالوا لنا ديروا ارتفاع عدد الكريات الدمويه البيضاء عند احمد، ما جاوبش عليه بزاف، بصح معي يجيبوا كامل البيان ان شاء الله. شكرا. معي ايضا ربما تلميذ اخر. صباح الخير. كيفاش كان موضوع العلوم وكيفاش كانت الامتحانات بصفه عامه؟ الامتحانات كانت سهله، الموضوع نتاع العلوم كان شويه صعيب. وهي الحاجه اللي جاتك صعيبه في موضوع العلوم؟ شويه الوضعيه جات شويه صعيبه، ماشي شغل كل شيء شقلين. نعم شكرا. نشوفوا ربما ايضا تلميذ اخر. تفضل معايا. صباح الخير. سلام. كيف كان موضوع العلوم بالنسبة لي؟ كان سهل، ما نتاع فرنسا كان سهل. كان سهل سجد العلوم وكلش مفهوم. بالنسبة للعمل العام تاعك في الامتحانات، كيفاش كان الخدمة تاعك في الامتحانات؟ كانوا كاع الامتحانات سهلين، وإن شاء الله ندير بها. خدمت يعني على العموم، خدمت في الامتحانات. شكرا لك. نشوفوا ربما تلميذ آخر. السلام عليكم. كيفاش كانت الخدمة تاعك اليوم في الامتحانات؟ كانوا في سهلين، معظم التلاميذ قدروا يجاوبوا عليهم والحمد لله. بالنسبة لموضوع العلوم واللغة الفرنسية؟ كان سهل، الأسئلة أسئلة واضحة، والوضعية شوية حسب التلاميذ كيفاش يجاوبوا. نشوفوا أيضا ربما تلميذ آخر. السلام عليكم. كما سجد الفرنسي جا سهل، العلوم هذه شوية فيها استنتاج زيادة. مواضيع تعريضية كانت تحت الوضعية واعرة بزاف، تحت السؤال الأخر تاع مساحتي بالمحاضرة. العربية جات كل السؤال، اللي يكون حافظ يجيب إن شاء الله. شكرا لك. عودة إليك. شكرا شكرا جزيلا لك يا هاجر على ما قدمته في هذا البث الحي والمباشر طبعا من أحد مراكز الإجراء من ولاية بومرداس، ونتمنى التوفيق طبعا لكل التلاميذ. نذهب بكم مباشرة الآن إلى ولاية وهران، أنا تتواجد هناك مراسلة النهار بالولاية الزميلة كريمة سواق لترصد لنا طبعا الأجواء في ثالث أيام الامتحانات، امتحانات شهادة التعليم المتوسط وآخر أيامها أيضا. تفضلي كريمة. نعم مساء الخير زميلي طارق، مساء الخير لكل متتبعي قناة النهار. إذا ننقل لكم، نواصل بثنا المباشر لامتحانات التعليم المتوسط دورة 2022. اليوم هو آخر يوم للامتحانات. التلاميذ أجروا في الفترة الصباحية مادة اللغة الفرنسية، تليها بعدها مباشرة مادة علوم الطبيعة والحياة. إذا هناك تباين في انطباعات الممتحنين هنا على مستوى متوسطة عباس رحال، أين أجمع الكل على سهولة امتحان اللغة الفرنسية الذي كان ضمن المقرر الدراسي، لكن فيه تباين طفيف من حيث أسئلة مادة العلوم الطبيعة بين من وجدها صعبة وبين من وجدها سهلة. بدون إطالة تحضر معي إحدى الطالبات. صباح الخير. كيف كان موضوع اللغة الفرنسية؟ اللغة الفرنسية كان في متناول الجميع، كان ماشي صعيب، والعلوم الطبيعية تاني في متناول الجميع،
وكاين غير المات في الرياضيات، الوضعيات ماشي صعيبه. يعني العلوم الطبيعيه انت بالنسبه لك كان سهل وكان ضمن المقرر؟ كان كاع في متناول الجميع، كانوا كاع في متناول الجميع، كانوا غير التاريخ والجغرافيا والمات والرياضيات زعما كان. شكرا، بالتوفيق. اهلا بك. انت معك حول امتحان العلوم الطبيعيه بعض الطلبه وجدوه لي صعب. اليوم العلوم الطبيعية ما كانش صعيب بزاف، نورمال. ما الفرنسي ساهل، بصح اللي صعبوا لنا المات، صعبوا لنا الوضعية الإدماجية بزاف، ما نصهم كاع ما خدموش فيها، بصح الآخرين ساهل. بالتوفيق. السلام عليكم. علوم طبيعة الحياة كانت في متناول الجميع، كانت مليحة، بانت لي بلي سهلة، مام فرنسية، اللغة الفرنسية كانت ثاني متناول في الجميع. ونتمنى التوفيق لكاع الناس وربي كاع ينجحنا ان شاء الله وبون كوراج. معي ايضا وليه تلميذه ابت الى ان ترافق كالمعتاد ابنتها الممتحنه. مساء الخير. مساء الخير. كيف كان تحضيرك لبنتك طول السنه الدراسيه؟ كنا نحضروا وكنا نوجدوا، نتمنى من الله تعالى التوفيق لجميع التلاميذ ان شاء الله. وانا عارفين شويه ان بو دو ستريس، مي كاع هكا على حسب ما راهم يقولوا كانت المواضيع في متناول الجميع. يعني راكي فرحانه بنتك؟ جو سوي تري فيير، جو سوي تري فيير دو ما في دو تو لي زونفون. الحمد لله. توفيق ان شاء الله. معي ايضا تلميذه ممتحنه ايضا وجدت ان ماده الامتحان علوم الحياه والطبيعه كان صعب. اهلا، في اي مجال تكمن صعوبه الامتحان؟ تكمن في الوضعية الإدماجية، صعبة بزاف بالبزاف، وكاع كلشي جاني صعيب أنا، ما عدا وكاين تاني تاريخ وجغرافيا الصوالح ما قريناهمش، تانيك فرونسي ساهل. بما يخص امتحاني اليوم اللغة الفرنسية الفرونسي ساهل بالبزاف، وعلوم صعيب ما كانش في متناول الجميع، اللي قال لك متناول الجميع راه يكذب. بالتوفيق بالتوفيق. عاود عليك زميلي طارق. إذا كما سمعت هناك تباين في انطباعات الممتحنين بين سهولة وصعوبة امتحان علوم الطبيعة والحياة، ونقدر أن نقول أن مرده إلى التركيز والتحضير للامتحان. جميل، نشكرك الشكر الجزيل زميلتي كريمة سواق. كنت معنا عبر المباشر من ولاية وهران. نذهب إلى ولاية قسنطينة والزميل هارون حزام. تفضل هارون. تحية طيبة لك طارق ولكل مشاهدينا. عدنا إليكم مجددا بعد الانتهاء من الامتحان الأخير لشهادة طبعا هو الامتحان ما قبل الأخير في شهادة التعليم المتوسط والامتحان الأمازيغية. إذن مشاهدينا الكرام، بس نعيد ونذكر قبل أن نعيد ربط الاتصال مرة ثانية مع زميل هارون بوحزام من ولاية قسنطينة بأن اليوم ثالث أيام امتحانات شهادة التعليم المتوسط وآخرها الدورة 2022، تابعنا منذ صبيحة اليوم من خلال تغطيتنا الآنية والمباشرة لهذا الحدث التربوي في عدد من ولايات الوطن، تباين في الآراء فيما يخص الامتحانات في الفترة، امتحانات الفترة الصباحية نتحدث عن اللغة الفرنسية ومادة علوم الطبيعة والحياة. البعض قال بأن الموضوعين كانا في متناول الجميع، والبعض قال بأن الموضوعين لم يكونا في متناول الجميع. نعود مرة ثانية لزميل هارون بوحزام من ولاية قسنطينة. تفضل هارون. عودة لك مجددا طارق ولكل مشاهدينا الكرام اينما كنتم، اهلا وسهلا بكم مرة اخرى. اذا عدنا اليكم بعد الامتحان الاخير في شهادة التعليم المتوسط الذي كان في مادة العلوم الطبيعية والحياة، وسبقها قبل ذلك مادة اللغة الفرنسية. حسب رصدنا لبعض آراء الممتحنين في هذا اليوم، كانت الأسئلة في متناول الجميع حسب ما أفاد به معظم الممتحنين. إذن لكي لا نطيل أكثر على مشاهدينا، معي مصطفى أحد التلاميذ الذين أنهوا اليوم امتحان شهادة التعليم المتوسط لرصد رأيه في أسئلة اليوم الأخير من امتحانات شهادة التعليم المتوسط. مصطفى، كيف كانت طبيعة الأسئلة بالنسبة لامتحان الفرنسية وكذلك امتحان العلوم الطبيعية والحياة؟ السلام عليكم.
كانت اسئله في العلوم الطبيعيه كانت سهله، مع شي يعني شويه حفاظه وشويه فهمه. البارح ريفيزيناها مليح وجينا اليوم نعقبوش، ما جاتنا سهله. بالنسبه للغه الفرنسيه كيفاش كانت صباحا؟ سهله، وهي ثاني سهله، من نص بك جبت الاسئله من نص سهله. فيما يخص مجمل الامتحانات، يعني مجمل الامتحانات يعني من البدايه حتى لنهار اليوم، كيفاش كانت طبيعه المواضيع؟ كانت المواضيع يعني اكل سهلين، غير المات شويه صعيبه، المات فك شويه صعيبه وشويه فيزيك، باقي اكل سهل. ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق مصطفى ولكل الممتحنين. نعود الى محمد. محمد، كيف كانت طبيعه الاسئله بالنسبه اليك؟ كانت الاسئله سهله، ونشكر تحيه الوالديه اللي عاونوني وقدموا لي كلش، نشكر لهم. الاسئله كانت سهله وشويه المات بصح كانت شويه صعيبه، والمواد الحفظ كانت تقريبا على ثقافه عامه، ثم كانت الاسئله سهله، ونشكر والديا وتحيات لهم. شكرا لك. معي طالبة أخرى، مرحبا بك. لو نتحدث، يمكن هي هذه امتحانات شهادة التعليم المتوسط لا تقتصر فقط على 3 أيام، وإنما هي عصارة وخلاصة لعام كامل من الاجتهاد من الدراسة. كيف كانت تحضيرك أنت في لشهادة التعليم المتوسط؟ كانت السلام عليكم، كانت تحضير شوي صعب، وكانت الامتحانات سهلة في المستوى، وفي مادة الرياضيات في الوضعية كانت شوية صعبة فقط، والعلوم كانت حفاظة، الفرنسي داروها سهلة. ثم نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا، بالتوفيق لك ولكل زملائك. لن ننسى أيضا دور الأولياء الذين عاشوا، ربما عاشوا توتر كبير وضغط كبير أكثر في بعض الحالات أكثر من أبنائهم. معي ولية أحد التلاميذ. مدام، كيف عشتي يعني الضغط هذا؟ الضغط، ضغط عام كامل وضغط بالخصوص 3 أيام الأخيرة لشهادة التعليم المتوسط. باش نقول لك خويا، ضغط رهيب رهيب، يعني ما يتحملش سنة كاملة وحنا في ضغط. الأولاد ما همش باش يقراو، يعني شوية صعيبة باش تحط طفل نهار كامل هو يقرا، مش سهلة. والأيامات الأخرين ولا الأسبوع ولا الأسبوعين الأخرين كان صعيب، الدروس الخصوصية رايحين جايين، نديو نجيبو نديو نجيبو، وشغل تخلطوا الأولاد بزاف، وحنا تعبنا بزاف معاهم. بون، وحنا ندير شويه بتيت غومارك على المات. البارح المات كان سهل، انا بني مليح في المات بزاف، مي الوضعيه يعني خساره، يعني وضر العشرين هكاك الوضعيه كانت طويله، وكان الوقت وضروا لهم 15 دقيقه من الوقت قبل ما يعطيهم الورقه، ومن بعد يزادوهم غير 5 دقائق بنين حاوها له من يده. لو كان خلاوها له كنا ودى العشرين. هذا هو الشيء اللي غاضني يعني عليه، يعني مجتهد في الرياضيات يعني مليح، وما قدرش يوصل للعشرين باسكو علاه نحاولوا الورقه. هذا هو المشكل. انت ودرت له 15 دقيقه، عطي له 15 دقيقه تاعو تاعهم تاع الاولاد كامل يعني. مي لي كيستيون الاخرين اوف لي زوتر ماتيير سافا، ملاح كامل، كانوا في المستوى والحمد لله. ربي ينجح الوليدات كامل، وان شاء الله يعني للقدام ان شاء الله يا ربي. امين يا ربي. شكرا جزيلا لك ولكل الممتحنين. ايضا نصل واياكم الى الختام، ان شاء الله يكون ختامها مسك بنجاح جميع التلاميذ، فنتمنى لهم كل التوفيق والسداد في مشوارهم الدراسي بالنجاح ان شاء الله. عوده اليك مجددا. شكرا، شكرا جزيلا لك زميلي هارون بوحزام، كنت معنا على مباشر من ولايه قسنطين. على كل نتمنى التوفيق لك.